السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هعمل فيديو رد على الاسئلة بتاعتكم. تقريبا سبت بوست على المنتدى اول امبارح، كان يعني بوست كده قلت لكم يا جماعة نعمل فيديو يبقى عبارة عن كيو اند انسر، سؤال انتوا تطرحوا الاسئلة وانا بالفعل اجاوب عليها في فيديو يكون شامل ان شاء الله كل حاجة، بدل ما بعمل بس مباشر معاكم. الصوت بيقطع بالفعل، الصورة بتبقى في مكان، الشكل بيبقى في مكان، كل حاجة بتبقى مش كويسة فيه. فانتوا طبعا عارفين ان انا بعمل النوع ده من الفيديو مرة واحدة في الشهر بس، انا اول مرة كده حاول ان انا الخص فيه شوية لان انا مش عارف النوعية دي من الفيديوهات اللي انا بعملها مرة شهريا يعني، بس كانت عن طريق بس مباشر ان هي تفرق مع الناس ولا لا او كده، فانا مش عارف لسه يعني هيبقى يقبلكم على الفيديو ازاي او كده. طبعا طلب من الناس بعد اذنكم يا جماعه تعملوا اعجاب للفيديو ده وتسيبوا لي تعليق عشان تعليقاتكم بتفرحني جدا. واعجابكم بس ليه؟ عشان الناس زمايلكم اللي بيقعدوا يسالوني في الاسئله على الفيديوهات اللي انا بنزلها بتاعت الوصفات، يا محمد ممكن نوع كذا، يا محمد ممكن كذا، فببقى بالتالي هجاوب في الفيديو ده عن كل الاسئله اللي سالت فيها او كده. فانتوا طبعا لما تعمل اعجاب هيوصل لبقيه زمايلكم وكده والكل يستفاد ان شاء الله. طبعا بداية الأمر أنا مش هعرض أسئلة حد على الشاشة، لأن طبعا الأغلبية 99% منكم بنات أو سيدات، فبالتالي أبقى محرج طبعا إن أنا أعمل حاجة زي كده بدون إذن. لما تأذنولي بعد كده إن أنا ممكن أسيب تعليق حد على الشاشة أو كده، وبعد كده إن شاء الله أنا منسوش بقى تعمل إعجاب للفيديو ونشوف الأسئلة مع بعض إن شاء الله. أول تعليق، يا ريت تجيب لنا من رحيق الورد، يا ريت تجيب لنا سر الفول وطعميه المحلات قبل رمضان ان شاء الله. حاضر يا جماعه، جبالكم الاصليه وتطلعوا كور كده ازاي ويبقى شكلها حلو، والاهم من كل ده اللي انت تخزنها كويس ازاي، وطعم الفول بتاع الطعميه، طعم عجينه الطعميه ما تغيرش معاكي او مثلا تفقد درجه الرطوبه بتاعتها بالفعل. في تعليق تاني من نسمة الغوري، الادوات والمعدات اللي انت بتستخدمها في التصوير وكانت تكلفتها كام وبرنامج المونتاج والكلام ده ممكن ياخد منك وقت قد ايه عشان تطلع علينا فيديو. لايك يا جماعه عشان يشوف التعليق بليز. انا هتكلم في موضوع التصوير في الفيديو ده ان شاء الله واقول لكم تعملوا ايه وكل حاجه هتعرفوها باذن الله. في تعليق تاني من فاطمه جمال، طريقه عمل السجق البلدي بتاع الجزار وكفته الحاتي والهمبرجر. حاضر ان شاء الله عامل حسابي. في تعليق تاني من يارا ابراهيم، لو سمحت انا عايز اعرف الصوت اللي بتحط على الجطاوة تكون زي المحلات بتاعت بره. حاضر ان شاء الله. في تعليق تاني من ام فرح، اول حاجه ابي يضحك بقى، تاني حاجه انت مش مخلينا عايزين حاجه بس نفسي تعمل الجاتو الاقتصادي ويا ريت ما تطنش تعليقي. بالنسبة يا جماعة لموضوع الجاتو، أنا مش أي جاتو بيعجبني بصراحة، وتقريبا مفيش وصفة عجبتني ليه، تمام؟ أنا بيبقى ليا دماغي هي دماغكم في الجاتو، أنا طبعا في حاجات معينة بيبقى دماغنا فيها زي بعض، تمام؟ بشوف الجاتو بيبقى عالي، الجاتو طبعا مبيبقاش عالي ولا بيبقى شكله كده زي أكنه كيك أو كده، بيبقى يعني شكله حاجة تانية، شكله مرسوم كده رسمة مظبوطة ورهيب. فبإذن الله هنعمله مع بعض وهيكون في دليل إن شاء الله في الفيديو، ومنتش هتقدر أي حاجة وهتطلع قطع شكلها رهيب وهتعرف كل حاجة إن شاء الله والصوت اللي بتتحط عليه. في تعليق تاني من رحمة أحمد، أنا فاتحة قناة وعايزة القناة تكبر بس مش عارفة أخليها تكبر إزاي، رد تفيدني يا أخي. حاضر إن شاء الله، كل ده هتكلم فيه. تعليق تاني من فاطمة جمال، ممكن طريقة عمل الفادج والبيتزا الشرقي والفطير الشرقي؟ حاضر. لو انتوا يا جماعة وزن البيتزا والفطير الشرقي فتسيبولي في التعليقات على الفيديو ده وانا هعمله معاكم دايركت على طول زي ما بتعمل عندنا في دمياط ان شاء الله. مبدئيا من تعليق من محمد همام، مبدئيا تسلم ايدك على كل وصفاتك حلوة جدا، والمقادير اللهم بارك مظبوطة على الشعر. عندي استفسار بس بخصوص العجان، عايز اشتريه بس مش غالي ونوعه كويس وحجمه يكون قد ايه وشكرا. بداية الامر كده يا جماعة، انا طبعا العيد الصغير اللي فات، طبعا كل سنة وانتم طيبين مقدما يعني عشان رمضان جاي والعيد جاي، انا كنت عايز اجيب عجان وكده، كانوا اهلي في البيت عاوزين يجيبوا لي الامريكي، تمام؟ فانا كنت خايف منه، هو طبعا غالي وانا مش عايز اجيب حاجة غالية وابوظها او كده،
تمام. فبالتالي يعني قلت لا، انا عاوز ابدا بدايه اللي انا اجرب نفسي لسه فيه، لان طبعا انا لسه ما استعملتش عجانات بالفعل قبل كده، فبالتالي مش عايز اجيب عجان غالي اعمل في حاجه غلط ابوظه بالفعل. فجبت عجان اسمه بلاك اند وايت، الساعه بتاعته 5 لتر، كام وات السرعه بتاعته؟ 1300 وات، 6 سرعات، رهيب جدا. ستانلس تقريبا سعره مش غالي، كان تقريبا 2000 2000 الا، يعني مش غالي. وتقريبا الحاجات دي على عروض دلوقتي، فهاتيه وخد منه ثقه، هيبقى حلو معاك في ضرب البسكوت وضرب البوتفور واي حاجه. ما تجيبيش اي حاجه تكون خفيفه كده، لان الخفيف ده تخصص الكريمات والاسبونشات او كده فقط لا غير. فانا وضحت لكم النصيحه يعني، ويا ريت تكون مفيده ليكم ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي مش عايزه، مش قادرة اللي هي تجيب عجان او كده، في محلات مستلزمات الحلويات بتبقى فيه الاتاتشمنتس بتاعة العجان، بتبقى كلها موجودة، بتركبها في شنيور وبتبدأ تضرب بيها. وفي ناس كتير بتعمل على فكرة العملية دي بشنيور عادي، يعني اللي هو اللي احنا بنخرم بيه الحيط. جيجي هانم، ربنا يوفقك يا محمد، كل وصفاتك تحفة، عن تجربة عندك ضمير ونيتك حلوة، ربنا يوفقك كمان وكمان، أحسن شفت حياتي لك. من الإمارات العربية المتحدة، شكرا لك مقدما. طبعا الإمارات ناس كويسة كتير جدا، مش قادر بجد يعني إن أنا أعبر عن تعليقاتكم كده إزاي بصراحة. في تعليم المطبخ نجوى إبراهيم، أنت ما شاء الله تبارك الله بتدي المعلومة صح، وأنا بتابعك لأنك إنسان كويس، شكرا ليك مقدما، لان طبعا لازم اعمل كده، لان انا لو ما عملتش كده يعني هيبقى حرام عليا. في تعليق من واحد اسمه احمد حسان، يا ريت طريقه عمل الشاورما السوري زي المحلات تسلم ايدك، شوف انت راجل محترم. حاضر ان شاء الله. في تعليق تاني من ياسمينه محمد، ما شاء الله عليك، انت شخص محترم جدا، وتقول كل الاسرار الاكل بضمير، شكرا لك مقدما، لان لازم ان انا اقول كل حاجه اعرفها بالظبط، ما ينفعش ان انا ابخل عليكم باي معلومه. في تعليق تاني من ناصر بركه، او مش عارف الاسم لان مش قادر انطق الاسم الاخير اللي بعده، بعتذر طبعا، اسمه نصار مش ناصر. افدتنا كتير في جميع المحتويات اللي انت نشرت التي نشرتها على حسابك في اليوتيوب، فجزاك الله خيرا عنا اخي الكريم، انت طباخ من الطراز الاول وبيعجبني خلقك، شكرا لك مقدما، انت اللي عندك ذوق بصراحه، يعني مش قادر ان انا يعني اشكرك ازاي، والله ما فيش كلام ان انا اعبر بيه عنك، عن يعني عن شخصيتك يعني او اسلوبك. عايزين طرق كتيره حلوه للكبده والسجق، حاضر ان شاء الله. اللي بيحب يوسف، دي أغنية مصطفى يوسف الشريف، اللي يحب ينشئ قناة على اليوتيوب لازم يكون عنده كاميرا وكمبيوتر، لا وانا هتكلم في الموضوع ده دلوقتي. غدا صلاح، ربنا يوفقك دايما يا محمد، انت احسن شيف بجد وصادق وعندك ضمير، شكرا لك جدا يا غدا. ليلز وورلد شانل، ما عنديش اسئلة بس بجد ربنا يكرمك ويبارك لك، جربت الكنتاكي والتشيكن ستريبس ساندوتش ده وغيره ورز الريز ده، كله تحفة بجد تحفة، شكرا لك مقدما وبألف هنا. ميرو مورا، محمد أنا متابعك من أول فيديو لما كنت بتدي الكاميرا للولد يصورك وتفضل تزعله عشان يظبطها، بس بالله عليك عايزة منك خدمة كبيرة، ممكن ترسلني ضروري؟ حاضر، أنا كنت سايب رقم الفيديو كاباتشينو، ممكن ترسليني بس يكون في نطاق يعني وصفات أو كده، ان شاء الله بعد كده هرد على حضرتك ان شاء الله. بالنسبه في الاول تصويري كان زميل يعني كنت بصور عنده، كنت طبعا في رابعه كليه، ولما اجي اصور يقوم نايم في اخر حاجه، طب نام في الاول وما تنامش في الاخر، ما تجيش في الطبق اللي هي الاقيك نمت. طبعا اكون خلصت فيديو طبعا بقى ايه وخلصت عايز ارتاح شويه، انا مصور لك شويه صور مصغره هتشوف عامله ازاي، الاقي الصوره جايلي كده، الاقيها جايه كده، الاقيها جايه كده، عكس نظر الناس تماما، اقول له طب انا فين التصوير الكويس ده؟ فبالتالي لازم ازعل عشان يفوق في اي فيديو، بعكس لي زوايا التصوير نهائي. بس شكرا ليه طبعا مقدما يعني، هو واقف معايا كتير.
طبعا بعتذر على الأصوات اللي في الشارع دي، مش عارف بقى. تعليق تاني من فارس أحمد: ممكن مكونات الجاتو وأسهل طريقة العمايل. الله يبارك لك، حاضر إن شاء الله. عاوز بس اللي هو يكون ملخص برضو شامل كام أسئلة معينة كده والأهم أو كده، فيعني عشان انا لسه في الاول وما اعرفش رايك، وهيكون ايه طبعا الفيديو ده ما اقدرش اعمله غير مره في الشهر، لازم يكون اهتمامي في نطاق المحتوى اللي انا بقدمه معاكم بالفعل. وفي نفس الوقت لو الفيديو اتكلمت فيه فهاخد 3 ارباع ساعه كلام، فانا هلم الاهم، ويا ريت محدش يزعل مني يا جماعه، ده بيكون غصب عنه والله عشان محدش يمل من الفيديو او كده، يكون الكلام بالفعل واضح عشان حتى الباقات بتاعتكم. في يا جماعه السؤال تاني بيسألني: أنا عندي كام سنة أو كده؟ أنا عندي 23 سنة، بقالي 3 شهور مخلص كلية السنة اللي فاتت 2020. كنت متجوز ولا لأ؟ أنا متجوزتش أصلا لسه يعني، ولا خطبت ولا بفكر في الموضوع ده دلوقتي. تمام، بالفعل هتكلم بقى عن موضوع التصوير والقنوات أو كده. بالنسبة يا جماعة لموضوع التصوير في الأول، فانا هقارن بين فئتين: الفئه المقتدره والغير مقتدره. نبدا بالفئه الغير مقتدره، انتوا قدامك اللي انت تصور بتليفونك العادي خالص، وفي نفس الوقت بس تهتمي بشويه مثلا لمبات او كلام من ده، وحاولي ان انت تغير نظام جو المطبخ لان بقى جو بدائي شويه. مثلا تعمل لنفسك كده مكان معين، هاتي فيه ترابيزه، مش هقول لك هاتي خلفيات او كده لان طبعا الخلفيات مش بتستحمل كتير وبالتالي بتكون غاليه. اي تجيب ترابيزه كويسه عندك، واي حد بتاع رخام تخليه يعمل لك رخامه لونها ابيض مشبح اسود، مش اسود مشبح ابيض، وده تعمل معاك شغل كويس. ممكن الخلفيه تعمليها ستاره سودا عادي او تسيبها زي ما هي بالفعل عادي. تمام، انما موضوع رينج لايت اللي هو بيتباع في محلات التليفونات او الكلام من ده، لا هو مش حاجه اصلا. اللمبه اللي هي العاديه ب 10 15 جنيه احسن منه، هو اسمه وخلاص. الرينج لايت المظبوط اللي هو بيكون من 1300 لفيما بعد 2500. تمام، انا ببدا من فئه، انما القد كده اللي هو ب 450 جنيه ده لا، انت تجيبي بقى حاجات تانية كتير وتوفر لنفسك كمان فلوس وتطلع نتيجة هو ما يتقارنش بقى 2 من 10% اي لمبات كده. عايزة طبعا تخلي الاضاءة بتاعتك كويسة، تحاول تشكل في اللمبات يعني لمبة بيضة مع لمبة صفرة، ده يعمل نتيجة معاك، مش مثلا لمبة بيضة مع لمبة زرقاء كلام من ده، لان طبعا احنا مش في شم النسيم. تمام، فهي لمبة بيضة ولمبة صفرة بس ما تكونش اصفر كتير قوي. تمام، ده يعمل معاك شغل رهيب جدا جدا. بالنسبة للفئة المقتدرة فبالفعل قدامهم يعملوا ايه؟ مثلا قدامكم كاميرا، انا بصور بكاميرا كانون معايا تو لينسز، يعني ال 50 ملي وال 18 35 سيجما. تمام، الحاجات دي مش انا اللي جايبها، اهلي اللي كانوا جايبين الحاجات دي اصلا. وطبعا يعني عشان كنت بسمع في التعليقات لان تصويري مش ما كانش كويس خالص في الاول، محمد اهتم بالتصوير شويه، الحاجه مش واضحه كلام من ده، فبالتالي لازم كنت اهتم بالتصوير. بالنسبه للاضاءه بتاعتي فانا معتمد على السوفت بوكس، مش معتمد على ضوء النهار تماما، لان طبعا انا نومي مختلف عن الناس شويه، ف ده معتمد على السوفت بوكس وشويه حاجات كمان. تمام، فانا عرفتك يعني ايه، فانت هاتي اي كانون او كده، نوع الكاميرا بتاعت كانون اس 80 دي. تمام، زي بتاعت القنوات بتاعت الطبخ الكبيره. تمام، دي نفس نوع كاميرتي انا وقناه، بس يعني انا مش ما ينفعش اذكر اسم حد او كده، قناه كبيره برضو 80 دي. فبالتالي يعني انت بايدك اللي انت مثلا اللي انت عايزه تجيبيه فبراحتك فيه خالص، انما الزوايا والمونتاج او الكلام من ده لو انتوا برضو عاوزينه، ده طبعا ما يتعملش في الفيديو ده، هبقى اعلمه لكم في فيديو تاني ان شاء الله. بالنسبه للقنوات الصغيره هقول كلام معين بس قبل ما اتكلم فيه، في ناس سالتنا على نوع الزبده بتاعتي. بالفعل انا بستعمل نوعين زبده: زبده لورباك اللي هي الدنماركيه دي، وبستعمل زبده نيوزلندي. تمام، اللورباك بستعملها في حاجات الكحك والبسكوت والمطفور والحاجات دي، انما النيوزلندي في بقيه الحاجات العاديه بالفعل.
انما فين الحاجات دي ما بخاف ان انا استعملها، لان انا ما اتعودتش عليها. في حاجات انا متعود عليها ما بقدرش اغيرها خالص، لو هي حتى في حاجات احلى منها. انا من الناس اللي بتبقى مستقرة على حاجة ما بتقدرش تغيرها بالفعل ما دام خدت عليها تمام. بس طبعا في اي وصفة انا بعملها اي نوع زبدة طبعا يمشي، لو ما كانش يمشي اقول لك ما ينفعش نوع كذا او كذا. بس انا بعرفكم عشان استقلت كتير في الحاجات دي. في برضو سؤال كمان بالنسبة لأصحاب القنوات الصغيرة. طبعا يا جماعة أنا هتكلم في كام حاجة كده ليكم. أي حد بتعب على قناته فبالفعل هيلاقي إن شاء الله نتيجة. أنا كنت الأول فرحان بال20 مشاهدة وال40 مشاهدة اللي بيجولي، وبالتعليقين الاتنين اللي بيجولي وكده، كنت بحمد ربنا إن في حد بيتفرج عليا أصلا أو كده، لأني أنا مكنتش مقتنع في يوم من الأيام إن أنا مثلا يكون في قبول عند الناس أو كده خالص تمام. بالنسبة بقى ليكوا أو كده، القنوات الكبيرة اللي بتقع دي بتقع بسبب ايه؟ في تحديثات على اليوتيوب، وفي قنوات كانت كبيرة وبالتالي بتقع عشان متكبر. ما هو اللي يعمل حد مثلا، انتوا اللي بتعملوا الناس بعد ربنا طبعا بكلامكم بإعجاباتكم للناس بتعليقاتكم. ان انا بقى عملتوني وجيت اشوف نفسي عليكم فبالتالي هقع. اي قناة كبيرة وقعت تمام بخلاف تحديثات او كلام من ده، اعرفوا ان هي اتغرت او اتغر بالفعل تمام. انما كل القنوات الكبيره اللي انتم شايفينها دلوقتي دول ناس متواضعه جدا جدا جدا. وهدي لكم مثال، يعني قناه انا بتكلم على اللي انا اعرفهم اللي انا كنت اتكلمت معاهم قبل كده، قناه اي حبيب دي اكتر واحده تقريبا متواضعه شفتها في حياتي. دي لما كنت كانت بعتت لي رساله كده في موضوع ما، انسانه بجد يعني هي تستاهل اكتر من كده كمان، كفايه تواضعها. انا كنت ببعت الرساله من هنا الرد المباشر بيكون موجود. سالت على شويه حاجات في القناه وكلام من ده، مع ان يعني انا كنت قايل عن الموضوع يعني مش هقوله لحد او كده، بس بالتالي ما كانش مستدعي ان انا اخبي عنكم حاجه. هي قالت لي اللي هي بتعمل كل حاجه ان هي بتنزل الفيديو فقط تمام، فهي تستاهل اكتر من كده. من القنوات القناه الوحيده اللي انا برتاح لها يعتبر هي قناه اي حبيب تمام، دي بالذات يعني. وطبعا شكرا لها في اي معلومه فادتني بيها بجد، يعني مش قادر ان انا اعبر ازاي كفايه ان واحده مثلا تحترم ولد او كلام من ده. بتقول لي يعني كفايه كل كلمه قالتها لي بجد، شكرا لها مقدما يعني تمام. فانا بعرفكم يا جماعه اي قناه كبيره بتوع ما تخافوش منها، لان دول بيبقوا بتغرم على الناس. يعني انت مثلا كنت متواضع معاكم او متواضع معاكم فبالتالي شفت نفسي عليكم فبالتالي وقعت لازم. فما تتضايقوش وتشوف اصل فلانه شغله هيستاهل، لا عشان اتكبرت او اتكبر على الناس بس. فتخلوا بالكم في النقطه دي، اوعوا تتعالوا على حد خالص. اوعوا اللي انتم تشوفوا ان انتم احسن من اي حد، اوعوا تشوفوها. بصوا يا جماعه، اي حد بيتعب على قناته بيقدم وصفه وبيراعي فيها ربنا قناته بتكبر، صدقوني هيجيلكم اكتر مما تتوقعوه. لو انتوا قناه وكبرتم وحد جه قصدكم في معلومه، ما تقولوش اليوتيوب وحش وما بيجيبش همه عشان ما تبقوش عايزين اللي احسن منكم، عشان هتقعوا. عاملوا الناس زي ما بتعاملوا نفسكم اللي جواكم، خرجوه للناس عشان ربنا يكرمكم. صدقوني صدقوني، في ناس جم كلموني قالوا لي يا محمد في قنوات كلمتنا واحنا عارفينهم على المستوى الشخصي وزمايلنا، قالوا لنا قال لي دخلكم اليوتيوب ده بيجيب مشاكل، ده في ده في ده في ده زي عدم او كده، عشان بالتالي مش عايزين حد احسن منهم تمام. انما انا كلمتهم ولدرجه ان انا كنت بفتح الاستوديو بتاعي للناس او كده وبوري لهم ارباح عشان يطمنوا، مع ان دي كانت غلطه مني اصلا. في ناس ما كانتش تستاهل ان انا اوري لها الحاجه دي، وانا وقعت بعدها اصلا. ده اللي وقعني في الاول، ان انا حاجات ظهرتها ما ينفعش تظهر. لو انا مكانهم عمرهم ما يفتحوا الاستوديو اصلا بتاع يوتيوب ويورينا حاجه فيه. ده ناس معينه، انما في ناس كويسه كتر خيرها طبعا. في الاول وفي الاخر اليوتيوب يا جماعه بيجيب، واي حاجه بتتعب عليها بتلاقيها ان شاء الله. وعاوز اقول لكم حاجه، اي محتوى تافه اي حاجه من دي ارباحه ما بتكونش كتيره زي المحتوى انت تعبان عليه، لان دي معلومه انا بستفاد بيها. والمحتوى التافه الارقام الكبيره اللي انتم بتشوفوها دي بتبقى مشاهدات اطفال، يعني عندك ابن تلاقيه متابع القنوات دي، بنت صغيره كلام من ده. فبالتالي ارباح اي من بتيجي من ورا الاطفال ما بتكونش كويسه زي اللي بتيجي مثلا من سن محمد اللي بيتابع محتوى كويس عشان يقدم وكلام من ده وكده تمام. فاي حد يتعب على قناته هيلاقي. ما انصحش بموضوع الاعلانات المموله عشان بيبقى فيها تعليقات كتير مش كويسه او كده، هي بتجيب مع ناس ومع ناس بصراحه تمام. الاعلانات بترفع ناس وناس لا،
عشان نبقى متفقين، بس دي ما, بتب... ما عنديش الخلفية فيها. انا بشوف المحتوى، مش انا اللي اشوف المحتوى، اما هو يتعمل على اعلان مرة واتنين، فبالتالي يبان نتيجته عاملة ازاي. تمام؟ فيا جماعة، طول ما انتم صابرين، طول ما انتم عندكم خير للناس وشايفين محمد كويس، شايفين غيره كويس، وبتقولوا ربنا يكرم وربنا يزيده، طول ما انتم ربنا يكرمكم. انما انا هتجيب المثال في نفسي، انا بص للقناه دي، لا طب ابويا عندها مشاهدات اكتر مني ليه؟ طب هي ما اعرفش الكلام ده، يبقى انا مش هعدي. طول ما انا بص لحد فانا مش هعدي، طول ما انا بحبط حد مش هعدي. تمام؟ فانا قلت لكم الالتزام هو ده اللي بيجيب النتيجه، مفيش حد احسن من حد. كلنا كنا قنوات صغيره. انا بقول لكم يا جماعه، من سنتين كنت بجيب 20 مشاهده و40 مشاهده، اقسم بالله. يعني انا ما بخبيش عنكم اي حاجه. فبالتالي ان شاء الله تعبوا وربنا يكرمكم، وباذن الله يعني انا ممكن يعني ابقى اساعد القنوات قريب ان شاء الله بدون مقابل، زي ما كنت بعمل قبل كده. وانا كنت وقفت الموضوع ده، وهقول لكم لاول مره، مش حاطط ان انا ما بحبش اساعد حد. انا كنت منزل على المنتدى ولا 150 قناه ايام اوائل الصيف اللي فات، بس دخلت في مواضيع وكلام ملوش لازمه، وفلان عملته وفلان عملته، فده زعلني جدا جدا يعني، لان انا ما كنتش بأثر مع حد في حاجه خالص. تمام؟ عمل لي دعم كم مره، 10 مرات، صدفه جد واهله، بس ده طبعا مش اللي رفع قناتي، عشان نكون متفقين. انا ما اترفعتش بيهم، هم ساعدوني في تحقيق الشروط، كانوا بينزلوا لينكات على المنتدى وعلى صفحاتهم او كده، شكرا لهم مقدما بدل المره. والله يا جماعه 10 مرات ده حقيقي، عشان ما انكرش فضل حد عليا، لان حرام يعني ان انا حد يكون فايدني بحاجه وانكر فضله. يعني بالتالي اكتر 2 وقفوا جنبي صدفه جد، واي حبيب يعني، دول بس اللي انا اعتبر اعرفهم وقفوا جنبي اكتر حد في القنوات او كده. وقناة تانية، قنوات تانية كبيرة، بس خلينا في النطاق اللي احنا بنتكلم فيه. صدقوني ربنا يكرمكم ان شاء الله، واي معلومة هقدر ان انا اوصلها فافيدكم بيها باذن الله. ابقوا يا جماعة اهتموا بالمحتوى بتاعكم، وقدوا وصفات قوية، ان شاء الله قنواتكم هتعدي باذن الله. يا ريت ما كنتش طولت الفيديو عليكم، وبعتذر للناس عشان انا مش عاوز الفيديو يطول بزيادة عن اللزوم او كده. السلام عليكم.